صباح الخير واهلا بكم في موجز جديد لاخبار الخدمات من تلفزيون اليوم السابع. تستقبل المساجد الكبرى والجامعه اليوم المصلين لاداء صلاه الجمعه بعد قرار مجلس الوزراء باعاده فتح المساجد لصلاه الجمعه بعد قرابه 5 أشهر من قرار غلقها بسبب انتشار فيروس كورونا والذي اتخذته الاوقاف في 21 مارس الماضي، حيث انتهت الوزارة أمس الخميس من تعقيم وتنظيف المساجد استعدادا لصلاة الجمعة. ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية تحت عنوان الأمل لحياة، تفاؤلا بعودة صلاة الجمعة مرة ثانية. دعت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المواطنين بمحافظة الأقصر إلى النزول للتسجيل في الوحدات والمراكز الصحية ضمن المنظومة الجديدة للانتفاع بالخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة الجديدة. وقالت هيئة الرعاية الصحية إن التسجيل في المنظومة الجديدة لا يتطلب سوى بطاقة أو بطاقة الرقم القومي فقط، وبعدها يتم عمل مسح طبي شامل للمنتفع لفتح الملف الطبي الخاص بالمريض وتوفير الخدمة له بشكل مستدام، وتوفير منظومة أو توفر المنظومة الجديدة كافة الإمكانات الطبية والمعملية للمواطن وأسرته. كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة طرق الحصول على الدرجات المدعومة من الوزارة والتي يتم طرحها ضمن مبادرة درجتك صحتك، موضحا أنه لا توجد شروط خاصة بالسن ولا محل الإقامة، مضيفا أن الهدف هو أن يكون بكل بيت مصري دراجة، وكل ما على المواطن هو التسجيل أونلاين للحصول عليها. ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بمبادرة درجتك صحتك من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة، لن تتوقف خلال الفترة المقبلة بل سيتم التوسع فيها جغرافيا من خلال فتح منافذ أخرى للتوزيع في مختلف المحافظات. أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقي شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء يوفرها قطاع الكهرباء للتعرف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن. وأوضح الجهاز الآليات التي يلجأ إليها مستهلك مرفق الكهرباء لحل المشكلة، وهي الاتصال على الخط الساخن 121، الاتصال بشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة، أو تقديم شكوى على الموقع الإلكتروني للوزارة أو الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر. تشهد 8 مناطق بالقاهرة اليوم الجمعة انقطاع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ من 4 عصرا، وذلك بسبب أعمال تحويل خط مياه رئيسي بمدينة نصر بسبب أعمال إنشاءات كوبري مدينة نصر. وهذه المناطق هي الحي 7، الحي 6، المنطقة الأولى، جامعة الأزهر، مستشفى التأمين الصحي والجبل الأخضر. وأهبت محافظة القاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. وإلى أسعار الذهب، حيث يواصل التراجع بالأسواق المصرية بعد الانخفاض الأخير، حيث سجل عيار 21845 جنيها بينما سجل عيار 18724 جنيه للجرام. أما عن الدولار الأمريكي فواصل تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك، وبحسب البنك المركزي سجل الدولار 15.82 جنيها للشراء و 15.92 جنيها للبيع، بانخفاض قدره قرشين عن التعاملات أو عن تعاملات أمس الخميس. ونختتم موجز الخدمات بأخبار الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة الرطب على القاهرة والوجه البحري، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 77%. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار
وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة. وبالنسبة لدرجة الحرارة فالقاهرة العظمى 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، وأسوان العظمى 40 والصغرى 26. انتهى موجز الخدمات، شكرا لطيب المتابعة. أعدت لحضراتكم إسراء عبد القادر، وقدمت لكم شروق وجدي، وانتظرونا في متابعة إخبارية جديدة على مدار الساعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.